كشف عدد من الفنانين عن مشاركتهم في مسلسل دفعة لندن، والذي يعد نسخة ثالثة من المسلسلين دفعة بيروت ودفعة القاهرة للكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، واللذين حققا نسبة مشاهدات عالية منذ عرضهما على منصة شاهد. ويشارك في الجزء الجديد فنانون من الخليج ولبنان، من بينهم ليالي دهراب وليلى عبد الله ووسام حنا ورولا عادل وصمود المؤمن وروان المهدي وغيرهم. عبر الفنان فايز المالكي عن حرجه من التصرفات التي تصدر من بعض أصحاب الحاجات الذين يزورون بيته في ساعات متأخرة من الليل، مما يتسبب في إزعاج أهل البيت وجيرانه، وكتب: لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي. ويعد المالكي من الشخصيات المحبة للعمل الإنساني، وينشط بشكل كبير عبر منصات التواصل لفعل الخير وتوصيل المحتاجين بالمسؤولين وفاعلي الخير. كشف الفنان أحمد حلمي عن استعداده لتقديم الجزء الثاني من فيلمه كدا رضا، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً عام 2007، مؤكداً أن ذلك سيحدث قريباً تلبية لرغبات الجمهور. خطف الفنان وائل كفوري الأنظار بأحدث ظهور له، وهو يحتفل بعيد ميلاد حبيبته شانا عبود من خلال صورة رومانسية حظيت على تداول واسع. أثارت الفنانة أنغام تساؤلات الجمهور برسالة غامضة نشرتها عبر إنستغرام من خلال فيديو ظهرت فيه وهي تكتب عبارة عارفة إمتي بدون أي موسيقى، توحي بأنه عمل غنائي جديد وسط تخمينات الجمهور. بعد غياب 17 عاماً عن السينما، يعود الفنان محمد فؤاد بفيلم جديد بعنوان تيفا وتوما في أرض الحكومة، الذي كان يعتزم تقديمه منذ فترة طويلة، ولكنه توقف لأسباب إنتاجية بعد آخر أفلامه غاوي حب عام 2005. وأخيراً، فيديو طريف متداول من كواليس مسلسل للموت الجزء الثالث نشره المنتج اللبناني جمال سنان برفقة بطلتي المسلسل زوجتا الفنانة ماجي بوغصن والفنانة دانييلا رحمة. هاي الجمهور عم بينبش على سحر وريم، والمنتج عم بينبش على مرته وصديقته. هو لقينا أول واحد على فكرة. Good luck. Thanks guys. Season 3 coming soon.